أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. موجز الأخبار من قناة الشروق، مرحبا بكم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه خارجية تالوندياي نائبة رئيس بحثة يونيتامس المنسقة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان. وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للجهود الرامية التي بذلتها نائبة رئيسة البعثة في تحقيق التوافق السياسي والسلام والاستقرار بالبلاد، وأعرب عن أمنياته لها بالتوفيق في منصبها الجديد كوكيل عام للشؤون الإفريقية بالأمم المتحدة. وعبرت السيدة خارجية في تصريح صحفي عن شكرها وتقديرها للدعم والتعاون الكبيرين اللذين وجدتهما من القيادة السودانية ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية، مما مكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب خلال فترة عملها بالسودان. وصل إلى البلاد مساء الأمس في زيارة رسمية وزير الدفاع اليمني محسن محمد حسين، وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين. هذا ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع ياسين إبراهيم بمكتبه بالخرطوم اليوم مباحثات مع نظيره اليمني. أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بالدور الذي يقوم به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في المجتمع، وأمن لدى مخاطبته اجتماع هيئة أمناء المصرف الجمعية العمومية في دورة الانعقاد 23 على أهمية زيادة رأس مال المصرف حتى يتمكن من تقديم التمويلات التي تخدم التنمية الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة التوزيع الجغرافي للتمويل الأصغر حتى يشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة. هذا وقد أجاز اجتماع هيئة أمناء المصرف تقارير الأداء المالي وتقرير المراجع القومي والرقابة الشرعية للمصرف للعام 2021. نظم الجهاز المركزي للإحصاء بالنيل الأبيض بكوستي الورشة التدريبية للمراقبين والباحثين للمسح الوطني للفقر المتعدد الأبعاد للعام 2022 و2023، والتي تستمر لمدة 5 أيام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور أمين عام لحكومة النيل الأبيض الشاذلي خالد إبراهيم وعدد من مدير المنظمات والمختصين. وأشار أمين عام الحكومة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة إلى أهمية علم الإحصاء في برامج التنمية والسياسات الاقتصادية لما يوفره من معلومات تبنى عليها سياسات الحد من الفقر. أكد المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مختار عمر صابر أن هنالك تقدما ملحوظا في مشروعات الطرق من أعمال التأهيل والصيانة للطرق والجسور بالولاية، وقال خلال تفقده أعمال التأهيل بعدد من المحليات أن الهيئة وضعت خطة إسعافية عاجلة استنفرت فيها كل وحدات الصيانة وشركات الطرق بالولاية لصيانة الطرق التي تدهورت وفق توجيهات والي الولاية، مبينا سعي الهيئة لإشراك المجتمع ومؤسساته في تمويل الطرق والمصارف. افتتح وكيل جامعة شندي ناصر محمد عثمان معمل المحاكاة ومعمل التراكيب المتحركة بكلية طب الأسنان، وذلك بمشاركة عميدة كلية طب الأسنان إيناس أحمد الأمين والعميد المؤسس للكلية يوسف محمد يوسف وعدد من العمداء والأساتذة والإداريين بالجامعة. وثمن وكيل الجامعة جهود الإدارة السابقة في إنشاء كلية الطب التي تعتبر الأولى من نوعها المختصة بالأسنان في ولايتي نهر النيل والشمالية، وتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تأسيس المعامل وتأثيثها، معلنا عن التزام إدارة الجامعة باستكمال النواقص كافة. نهاية الموجز، شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة، حتى جديد اللقاء، دمتم في أمان الله.